انا كان معايا من يومين تريزيجيه الحقيقه، يعني انا بنصح اللي ما اتفرجش على الحلقه مش عشان لا لا تابعت الحلقه وتابعناها كانت جميله. يا جماعه اتفرجوا على الحلقه دي، شوفوا تريزيجيه ده عامل شخصيه عامله ازاي. شخصيه محترمه جدا جدا، شخصيه متواضعه جدا، بيتكلم على طبيعته. يعني انا في ناس بتقول لي انت بابا، مش مساله بقطع، انا بحاول ايه مش عايزه يعني بيتكلم على استراتيجيته قوي. يعني اللي قلبه على لسانه. فبيني وبينك ده ترند، وطبعا ترند ترند ايجابي. التريزيجيه وهو بيتكلم عن بدايه حياته من كفر الشيخ، ولما كان بيقعد على كتف اخوه وهو بياكل ومن كتر هز العربيه يعني يرجع في جسم اخوه وباباه والله يرحمه. تعرف هي دي الحياه، اتكلم على حياته. طب على البساطه دي مش واصله للمشاهد؟ واصله، وصلت وصلت. ما انا بقول لحضرتك بس ده قال حاجه طبعا كابتن في الحوار. بس عاوز اقول لك على حاجه، واكلمك لما قال لك ان انا رحت وعملت عقد ب 100000 دولار غير كده يورو. ده حاجه ثانيه. لا 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 ده في رساله خطيره جدا. اتفضل تعال شوف الناس اللي بتاخد ملايين. هيوريك ان اوروبا احنا مش اغنى من اوروبا. يعني عايز اقول لك ايه، ان احنا يا جماعه احنا بندفع مبالغ كتير جدا. مع كامل احترامي، والناتج ليس على مستوى المقابل المادي. ايوه يعني انت لو رحت نقطه ثانيه، لو انت لو رحت طلعت بره مش هتاخد اللي بتاخده هنا، انت هنا عايش ملك. شكل السؤال عشان كده مش عايز تسال، مش عارف اعمل ايه. طيب عشان كده يا كابتن اسلام، اقول لك حاجه. عشان كده يا كابتن اسلام، تبص انت اعمل حصر من 2015 لغايه النهارده كام سنه؟ ست سنين. ست سنين. قول لي كم محترف طلع من مصر؟ عد. اربعه خمسه سته. مصطفى محمد. مصطفى قليل قوي عدد. يعني بعد ايه؟ بعد صلاح وتريزيجيه والمجموعه اللي طلعت وكوكا والكلام ده، اللي قبل كده انت طلعت كام؟ مفيش ناتج. يعني اللي عمل طلع وعمل ليه بقى؟ كويس هو مصطفى. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لانه هنا لما شاف اي لعيب ما عادش عنده ايه؟ يعني انا ما بحبش كلمه الطموح دي، ما عادش عنده الرغبه ان هو نفسه يحط نفسه، لانه مش مدرك انك انت لما بتدخل تجربه بره مش الهدف المكسب المادي. انت بتتعلم ثقافات مختلفه وبتصنع شخصيه جديده بيكون مردودها على مين؟ على بلدك. مظبوط. تتعلم حاجات كتير جدا، خبرات سواء كفنيه، خبرات كمان اداريه، خبرات كمان التعامل، ازاي بيشوف التطوير، شوف الناس دي وصلت لغايه فين. دي حاجات انت مطالب بيها. ايه الهدف انك انت بتروح مدارس مختلفه؟ انك انت بتصل لمرحله يبقى عندك الناس دي جايه عاوزه تطور، ما باخدش وقت. فانت من الصالح ومن التفكير يا كابتن اسلام انك انت تفكر انه مشروع الاحتراف ده مشروع اساسي، مش هدف انك انت تتدرب. مش هكلمك على استاذ محمود، والله مش تحيز لتريزيجيه، مش تحيز ليه، ولكن انا لو مكان اي حد اقعد قدام الشخصيه دي واقعد قدام الحلقه وافتحها واتفرج عليها، لان كل كلمه بيقولها فيها درس، دروس يعني فيها درس وعبر. هو مش يعني هو بيتكلم مش يعني مش في دماغه، لكن هو بيتكلم الطبيعي اللي شافه ببساطه. قال لك مثلا انا مشيت، انا كنت ماشي ومعيش فلوس وعايز اكل، وقابلت واحد قال له لا يا ابني ده انت هتلاقي فلان وعلا، يعني ما قالوش اسماء. هو ده اللي قاله لك ايه؟ قال لك ايه؟ انت ماشي لغايه الكشك ده؟ ايوه. هو قال كده لغايه انت ماشي لغايه الكشك ده؟ واحد هيهدم، واحد هيشتمك، واحد هيهدمك. ده اللي قاله الاستاذ جمال. ده كلام الاستاذ جمال. ما هو ده انت ركز. لا انت 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 عندك انت عندنا مشكله يا كابتن اسلام، مشكله انك انت بتلوم على الراجل المؤدب دلوقتي، الراجل المؤدب المحترم اللي ما بيردش. احنا دلوقتي وصفناه بايه؟ بالضعيف، انه مش قادر يرد. هو مش قادر يفسر ان المؤدب ده يمتلك قوه شخصيه غير عاديه. بالظبط. خلاص، انه صمد وما اتكلمش وما ردش وما نزلش المستنقع، فحافظ على وجوده لان هو بيمثل كيان كبير جدا استمد قوته على مدار تاريخه من مبادئه اللي هي برضه بتضايق. برضه كلمه مبادئ دي برضه بتضايق. مش عارف كل يا سيدي، انا بتكلم على مبادئ انت مالكش دعوه بيا. خلاص، انت هنا في المرحله دي ماشي فيها في اطارك وفي طريقك، لازم تفاجئ. ما حدش في يعني منافسك للاسف اتجه الى طريق وفكر مختلف، ان انا الجا اليك لايه؟ الى تشويهك. بطولاتك مش عارف ايه، الخمس بقى مش عارف بطوله بخمسه والبطوله بعشره، وحتى الاجانب دخلوا في السكه اللي هم يعني مثلا المدربين الاجانب بقى يرددوا الكلام ده. طب ايه هو المردود؟ انا عاوز اشوه البرواز، عاوز اجي في البرواز اللي قدامي ده اعمل له كده اخدشه اعمل له ها ماشي خلاص. هل هو هينجح؟ لا، لكن هو صنع جيل بدا يقتنع بيها يا كابتن، بدا يقتنع بالفكره. بالفكره مردودها ايه؟ مردودها مستمر. القضاء على الفكره دي بانك انت تظل تحافظ
على قوة شخصيتك ومبادئك وانك تواصل الانتصار في ارض الملعب. بص على فكره من بطوله لبطوله يقل الوتيره، تتراجع، لا تتكشف، تتضح على فكره. ايوه صح، ما يبقى مش مقنع الكلام خلاص. يا عم انت بتتكلم على ايه؟ لان في النهايه استاذ محمود وجهه نظري يعني ان في النهايه ان الصوت العالي ممكن يبقى ليه وقت، طبعا ممكن يبقى ليه وقت وبنسمعه هنا وهنا وهنا، هو بيعمل دوشه بس دوشه وكل حاجه، ولكن في النهايه الحق دايما هو اللي بينتصر. طبعا. او كلمه الحق هي اللي بتنتصر. طبعا. لا اله الا عشان كده طبعا، وهو عشان كده الزعيق والحاجات دي ما بتصنعش بطولات على فكره. يعني مثلا خلال الفتره اللي فاتت دي النادي الاهلي حقق كام بطوله وبقيه الانديه في صمت، صمت كامل، ولا في اي حد بيقول ولا بطولات ولا، هو ده التركيز برضه.